مع بدء الحملة الانتخابية انتشرت في العديد من المحافظات العراقية، ومنها مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، ظاهرة تمزيق وإتلاف صور المرشحين للانتخابات، حيث أكد مراقبون أن هذه التصرفات استهدفت بالأساس الوجوه الجديدة التي تشارك لأول مرة في الانتخابات، والتي أثارت مخاوف الكتل الكبيرة ومرشحيها الذين لم يقدموا شيئا للمحافظة في الدورات الانتخابية السابقة. اليوم عملية تمزيق البوسترات في كافة محافظات ديالى وفي الأخص قضاء بعقوبة، نلاحظ تمزيق البوسترات الخاصة بالمرشحين الشباب المستقلين، كون الأحزاب السياسية الكبيرة المتواجدة حاليا لا تريد خروج أشخاص جدد يحاولون تمثيل قضاء بعقوبة للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي الذي تمر به هذا القضاء. مكتب ديالى الانتخابي أكد تمزيق صور بعض المرشحين ودعا المتضررين للتوجه إلى القضاء لتقديم شكوى رسمية، كما أن المفوضية المستقلة للانتخابات سجلت عددا من الخروقات وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات بحق من يخالف تعليماتها. بالنسبة للعملية التمزيق لا يمكن رصدها في بالنسبة للمفوضية، ولكن يحق للمرشح إقامة دعاوى أمام المحاكم المختصة بالنسبة لمعرفة الشخص ذا مزخ. بالنسبة للخروقات اللي هي تكون قريبة من مراكز الاقتراع أو الموضوعة على دوائر الدولة، يتم رفعها من قبل موظفين مراكزنا للمكتب المحافظة، ومن ثم تبليغ المخالف خلال رفعها خلال 3 أيام. في حال أنه لم يتم رفعها خلال 3 أيام، يتم إرسال موقف بها إلى المكتب الوطني، ومن ثم هنالك إجراءات بفرض غرامات مالية على المخالف. تمزيق صور المرشحين هو جزء من حملة تسقيط تقف خلفها أجندات حزبية، هكذا يرى مراقبون للعملية الانتخابية الذي ينتظر الجميع أن تكون نزيهة وشفافة وتعبر بالعراق وأهله جميعا لبر الأمان. من محافظة ديالى، حسن شمري، التغيير الفضائية.